ومعانا النهارده دكتور محمد مجدي، استاذ استشاري كهروفسيولوجيا القلب جامعه القاهره ورئيس قسم كهربه القلب مستشفى القاسمي في دبي. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور، حضرتك شايف المؤتمر السنه دي هيساهم ازاي، هيكون له دور ازاي في المساهمه في رفع مستوى الاداء الطبي في مصر؟ من اهم الحاجات اللي انا شايفها وملحوظه جدا تبادل الخبرات، يعني في سبيكرز جايين من جميع انحاء العالم بخبرات مختلفه، بمدارس مختلفه، بتقنيات مختلفه، في بلاد ظهر فيها حاجات مش موجوده في بعض الاماكن، فتبادل الخبرات والاسئله فيري انترستنج، الاسئله اللي بيسالها الحضور اللي ليها علاقه بالتقنيات الحديثه، كل ده اللي يخلي بعد ما المؤتمر الفتره المحدوده بتاعته تخلص كله بيرجع للمركز الطبي بتاعه ويعامل المرضى بتوعه بالاحدث التقنيات دي والوسائل دي، بيقول للمريض ان في وسائل حاليا موجوده حتى لو هي لسه ما جاتش في مصر، ممكن تطلب تيجي في مصر، لو هي موجوده ممكن يروح لسنتر معين يعملها له، فده يحسن النولج والمعلومات لدى الاطباء خصوصا حديثي التخرج، ويوري قد ايه ان احنا ممكن ندي سيرفيس او ندي خدمه افضل للمريض بحيث نعالجه باحدث التقنيات اللي موجوده حتى في الخارج. اوكي دكتور، ايه الجديد في كهروفسيولوجيا القلب؟ كهروفسيولوجيا القلب من التخصصات الديناميكيه، بتتغير كل 3 شهور بيبقى عندك حاجه جديده، سوفت وير جديد، جهاز جديد. من احدث الحاجات اللي كنت بتكلم عليها في المؤتمر السنه دي اللي هو الليدلس بيس ميكر، اللي هي البطاريه دي اللي هي اصغر بطاريه في العالم، والبطاريه دي اقل من سنتي، بتعيش لغايه 12 سنه، غير البطاريه التراديشنال اللي هي 5 سنتي، بتتعمل فتحه جراحيه وممكن برضو تقعد 12 سنه، بس فتحه جراحيه المريض لازم يقعد في المستشفى يومين او 3 ايام بعديها للمتابعه بتاعه الجرح، لكن دي بتعمل من غير جرح في خلال ربع ساعه بس، المريض ممكن يروح تاني يوم من غير اي جراحه ولا اي شيء خالص، وعمر البطاريه زي ما قلت 12 سنه، ده عمر كبير جدا، ودي احدث حاجه موجوده حاليا موجوده في مجال كهربه القلب بالنسبه للاجهزه. ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور، شرفتنا السنه دي. ربنا يخليك، شكرا جزيلا.